معاكم حازم عادل، منسق المجتمع العربي في اوتوديسك. ممكن اعمل برضو شير سكرين اوريكم شويه المنتدى اللي موجود حاليا عندنا في المجتمع اوتوديسك العربي. في كذا حاجه بنعملها، يعني في لقاءات زي كده، ندوات بنعملها، بنستضيف دايما خبراء المجتمع. ابتدينا بمجموعتنا الاكسبرت اليتس، وبعد كده ابتدينا نوسع الدايره بتاعتنا بحيث ان احنا نستضيف ناس تانية. عندنا استضفنا قبل كده بيم أريبيا، والنهاردة معانا 2 باشمهندسين من كيان. زي ما انتم شايفين هنا، في مثلا بوست مجمع لكل الندوات اللي عملناها، حوالي 20 ندوة من برامج مختلفة، ريفيت، داينامو، سيفل 3D. بنعمل بجانب المنتديات، المنتديات موجودة للناس كلها. لو عندك أي سؤال تقدر تخش تسأله. في مجموعة للأوتوكاد، للريفيت، برامج ال 3D وماكس والمايا، برامج التصميم الصناعي زي فيوجن وانفنتور وهكذا. المنتدى مفتوح، تقدر تخش تسأل أي سؤال، أو تقدر تخش تشارك الناس عموما بالمعلومات اللي عندك. وهتلاقي الناس صراحة متعاونة جدا، أي حد يخش يكتب سؤال دايما في ناس كتيرة بترد عليه وبتديله نصايح وإزاي يحلها وهكذا. لقائنا النهاردة مع مهندسين الكهرباء وسوق العمل. مش هكمل اتكلم اكتر من كده عشان خلاص برضو صوتي راح، ولكن عشان برضو الوقت بتاعنا وقتكم، حاسبكم النهارده مع الـ2 مهندسين بتوعنا. معانا باشمهندس احمد محسن، مدير مشروع شركه مقاولين العرب، هيبدا، وبعد كده باشمهندس سليم عبد الحميد سالم هيخش بعد كده. لو عندكم اي اسئله ممكن تكتبوا على طول على الفورم زي ما واضح هنا، وهسيب لكم اللينك في الشات، ونبتدي اللقاء بقى ان شاء الله عشان ما اضيعش وقتكم. هخرج انا من الشير سكرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أرحب بالسادة الزملاء كلهم، وبرحب بكيان أكاديمي وأوتوديسك العربي. طبعا معاكم مهندس أحمد محسن، مهندس كهرباء في شركة مقاولين العرب، خبرة 7 سنوات. من أبرز المشاريع الحمد لله تميت تنفيذها مشروع تطوير ميدان التحرير. فكرة اللقاء إن إحنا بنتكلم إن إحنا نختصر على المهندس الخريج الحديث والزميل اللي لسه في الكلية، بنختصر عليه سنة أو سنتين من عمره. إزاي بنتكلم في الكلام ده إن إحنا نختصر إزاي سنتين من عمره؟ أحكي لكم قصة بسيطة يعني حصلت قدامي في شخص من زملائنا اللي كانوا معانا في الشركة. كان بدأ دخل سوق المقاولات معانا بقاله 2 سنين في الموقع، للأسف حصل معاه مشاكل وحصل معاه ضروبات خليته ينطوي على نفسه وياخد أسبوع أجازة. صادف إن أنا نزلت في مشروع إن أنا كنت المدير بتاعه يعني، فتعرفت عليه. يعني حصل ما بيننا بقى كلام، بدأت أشرح له إيه اللي هي المقاولات. طبعا هو كان بقاله 2 سنين من عمره للأسف يعني ما ركزتش فيها، في إن هو يبني نفسه في سوق المقاولات. فكلمته وبدأت أقول له لا، أنت عشان تفهم سوق المقاولات لازم تعرف إمكانياتك. طبعا إمكانياته ما كانتش تنفع في إن هو يبقى مهندس تنفيذ، فهو ده اللي عمل معاه الدروب وخلى 2 سنين من عمره هو شايف اني ضيع 2 سنين من عمره هباء. بدأنا ان احنا نشوف ان هو انسب ليه ان هو يبقى مهندس مكتب فني. طبعا ابدع في المكتب الفني وساب الشركة، ودلوقتي شغال في شركة كبيرة ما شاء الله، وبقى حاجة تانية يعني. فالفكرة دي جات لي من ان احنا المهندس الزميل ده ضيع سنة، او هو شايف ان 2 سنين من عمره ضاعوا هباء، كان ممكن ان هو يبني نفسه فيهم احسن من كده. فاحنا فكرتنا ان احنا نفيد المهندس الخريج الحديث او الزميل اللي لسه في الكليه، ان انت تتعرف على مهاراتك كويس، تختار المجال الانسب ليك لو انت داخل في سوق المقاولات، لان سوق المقاولات فيه مجال اكتر من مجال، وتاخد خيوط البدايه ان انت تتميز ازاي في المجال اللي انت هتختاره ده. طبعا احنا عارفين ان
المقاولات في عندنا المالك، والمالك المشروع او مقاولات عامه، يعني بتتكلم عن ان مالك صاحب مال او ممول رئيسي للمشروع بيبتدي ان هو عاوز يعمل مشروع، ف بيختار او بيعين استشاري. ليه؟ لانه مثلا عاوز يبني بيت وما يعرفش ازاي يبني البيت، فبيجيب حد مهندس خبره بيقول له تعالى صمم لي البيت ده واعمل لي ليه تصميم، وانا عايزه بالمواصفات كذا وعاوز كذا وعاوز كذا وعاوز كذا. هو بيبتدي يعمل له تصميم على المتطلبات بتاعه المالك. طيب يبقى عند المالك اختار استشاري عشان يعمل له تصميم بمتطلبات معينه هو عايزها. الاستشاري بيبتدي يعمل التصميم بتاعه. بعد ما يعمل التصميم بتاعه طبقا للمتطلبات بتاعه المالك، بيبتدي ان هو يختار مع المالك مقاول المناسب اللي ينفذ المشروع ده. عاوز اعمل بيت وعاوز البادجت بتاعه ما تعديش 1,000,000 جنيه، البيت ده هيبقى 4 ادوار، هيبقى فيه كام حمام، كام مش عارف ايه، بختار المقاول المناسب. طب ازاي هختار المقاول المناسب؟ انا طبعا حددت المعايير بتاعتي وحددت التصميم بتاعي وحددت المواصفة اللي انا عايزها. بيبتدي المقاول، بنعمل حاجة اسمها ممارسة او مفاوضة ما بين اكتر من مقاول. لما تنزل تشتري حاجة ما بتروح تشتري من اول محل انت بتلاقيه قدامك. كل الناس بتنصحك تقول لك ايه، خد عرض سعر من المحل ده، وخد عرض سعر من المحل التاني، وخد عرض سعر من المحل التالت، وانسب خامة شفتها مع انسب سعر شفته هو ده الراجل اللي اشتري منه. نفس الكلام ده بيحصل معانا في سوق المقاولات. احنا كمالك او كاستشاري بيقعدوا مع بعض بيختاروا انسب مقاول بيقدم عرض سعر كويس وفي نفس الوقت عرض فني كويس، بحيث ان هو يحقق لهم المتطلبات الفنية اللي هم طالبينها. طيب انا كمهندس كهرباء، ايه موضوع المالك معايا؟ المالك ده بيبقى هو الممول الرئيسي للمشروع. ممكن يكون شركة خاصة او بنك، ممكن يكون زي مثلا بنك التعمير والاسكان لما بيعمل كومباوند زي دار مصر، فهو بيبقى مالك المشروع وبيجيب استشاري يصمم، بيجيب مقاولين ينفذوا. او ساعات المالك ده بيبقى جهة حكومية زي وزارة الاسكان مثلا، او هيئة المجتمعات العمرانية، او الجهاز تنفيذي المياه الشرب في محطات المياه ومحطات الصرف، او بيكون مثلا شركة اجنبية او مؤسسة دولية بتعمل مشروع في مصر او بتعمل استثمار في اي دولة في العالم. طيب انا كمهندس كهرباء ايه علاقتي بالمالك؟ لا، انا كمهندس كهرباء ممكن اكون مهندس مالك، لان كل شركة او كل وزارة من وزارات دي او الجهة دي اللي هي الجهة المالكة بيبقى عندها حاجة اسمها القطاع الهندسي. مهندس بيبقى عندها بيتسمى في المشروع عندنا مهندس المالك. يعني ايه مهندس المالك؟ يعني مهندس الجهه المالكه اللي بيعتبر المراقب عليا في المشروع. المهندس المالك بيتابع المشروع، بيدرس ويختار مع الاستشاري، ممكن يشارك مع الاستشاري في التصميم في بعض الحاجات والمتطلبات اللي هو عايزها المالك بيحققها له. فانت كمهندس كهرباء ممكن تكون في شركه من الشركات دي تكون مهندس جهه مالكه، ممكن تكون في وزاره الاسكان شغال في وزاره الاسكان او هيئه المجتمعات العمرانيه فانت تكون جهه مالكه. لما تخش مشاريع مقاولات مثلا مع وزاره الاسكان او هيئه المجتمعات العمرانيه، انت بتروح تقابل مهندس المالك عشان تعمل معاه حاجه اسمها تحليل سعر ودراسه اسعار. بيشوف السعر اللي انت مقدمه ده صح ولا غلط من الجهه الهندسيه، انت مزود في السعر، لا انت منقص، بنتفق على سعر معين، هو ده اللي بتاخده مثلا من وزاره الاسكان. مين اللي بيقعد معاك؟ ده مهندس الجهه المالكه. يبقى مهندس كهرباء مفتوح له مجال
ان هو يكون مهندس الجهه المالكه. طيب الطرف الثاني عندي في المشروع وهو الاستشاري. الاستشاري بيبقى مكتب كبير بيجمع مهندسين ذوي خبره لا تقل عن 10 سنوات طبقا للشهادات اللي بتطلعها نقابه المهندسين. الاستشاري مسؤول عن تصميم المشروع، وفي بعض الاحيان هو اللي بيشرف على التنفيذ وبيستلم منك في الموقع، بيستلم منك كل حاجه، هو اللي بيختار طبعا المقاول المناسب، هو مع المالك، هو بيبقى الرجوع ليه في اي مشكله فنيه، هو اللي بيشرف على تنفيذ المقاوله كلها من اول الحفر بتاعها او من اول استلام الارض لغايه ما يسلمها على المفتاح زي ما بيقول. فانت كمهندس كهرباء متاح لك ايضا ان انت تشتغل كمهندس في مكتب استشاري، اما تكون في المكتب الفني مسؤول عن التصميم، او انك تكون في الموقع مسؤول عن التنفيذ. الحاجة التانية عندي او الطرف التالت في المشروع انه بيكون عندي المقاول. المقاول هو الشركة المنفذة للمشروع. طبعا انا عندي شركات كبيرة فيها اكتر من قطاع زي شركة مثلا مولين عرب او اوراسكوم او طلعت مصطفى، بتاخد مقاولات عامة. يعني ايه مقاول عامة؟ يعني هو اللي بيبني، هو اللي بيحفر، هو المسؤول عن الالكتروميكانيك، هو المسؤول عن الاعمال المدنيه والتشطيبات، كل حاجه هو مسؤول عنها. دي بتبقى شركه اسمها شركه مقاولات عامه. او بتكون في نوع تاني من المقاولين بيبقى شركه مقاولات متخصصه، مثلا زي شركه سويدي متخصصه في الكهرباء فبجيبها في الجزء المتعلق بالكهرباء. شركه تانيه ايكولوجي مثلا مسؤوله عن التكييفات بجيبها للشغل عن شغل التكييفات. في اكتر من شركه ال جي مثلا، اي شركه شغاله في مقاولات تخصصيه بجيبها في الحاجه اللي تخصها في المشروع بتاعي. ده لو هجيب شركات مقاولات صغيره وامسك كل شركه المقاوله بتاعتها، او ممكن بجيب شركه مقاولات عامه بتشيل هي المشروع من اوله الى اخره. ساعات شركه من شركات المقاولات العامه دي بتدي لشركات المقاولات المتخصصه اجزاء من شغلها، بيبقى ده اسمه مقاول باطن من المقاول العام. هتلاقي كده مثلا في المشروع المقاول العام شركه اوراسكوم، مقاول اعمال الكهربيه شركه مثلا السويدي. فالاستشاري بيعمل التصميم، المقاول بيجي يلتزم بيه، بيلتزم بالمده الزمنيه، بيلتزم بالتنفيذ بأعلى جودة عشان يسلم الاستشاري ويسلم المشروع. كمهندس كهرباء أنا ممكن أشتغل في شركة مقاولات عامة أو شركة مقاولات متخصصة. ممكن أكون مهندس مكتب فني مسؤول مثلا عن التسعير، مسؤول عن الحصر، مسؤول عن الشوب دروينج، مسؤول عن الدراسات الفنيه في للمشروع، او ممكن اني اكون مهندس تنفيذ في الموقع مسؤول عن تنفيذ المشروع واداره المان باور في المشروع. طبعا انا كمهندس او خريج مثلا او مهندس حديث تخرج، هو ده اللي انا بتكلم عنه بقى، هو ده الفكره اللي احنا بنتكلم عنها، ان انا هنفع في اني مكان. هل انفع كمهندس تنفيذ؟ هل انفع كمهندس مكتب فني؟ طبعا مهندس تنفيذ محتاج شخصيه قويه عشان المان باور اللي هو بيديرها، محتاج يكون ليدر شيب، محتاج يكون عنده قدره على حل المشكلات، عنده قدره على اتخاذ قرار في بسرعه، وفي نفس الوقت يكون قرار صائب. طبعا لازم اقف على امكانياتي ومهاراتي اللي انا بتقنها عشان لما اختار مجال ابدع فيه واكون اعمل ليا اسم،
بحيث ان في ناس كتير للاسف حديث تخرج بيبدا في مجال من المجالات دي بيتصدم بالواقع ان مثلا مهاراته ما تتوافقش مع ان هو يكون مهندس موقع، فيصدم بالواقع يقول لا انا مش نافع، انا مهندس مش نافع. في ناس كتير للاسف كده، انا هسيب الشركه وامشي، او انا هسيب الهندسه خالص واشتغل في حاجه تانية. فطبعا ده بسبب ان هو ما وقفش على امكانياته ومهاراته ايه وهدفه ايه اللي هو عاوز يحققه، وان هو يخش في المجال المناسب ليه ويبدع فيه. ما المقاولات انا بعتبرها عالم كبير، فعشان كده بقول ان اللي داخل في مجال المقاولات محتاج يحدد الهدف عشان يختار المجال الكويس عشان يتميز في المجال اللي هو اختاره. فهدفك ايه عشان تخش في سوق المقاولات؟ هل انت عايز تفتح شركة وتشتغل شغل خاص تبقى صاحب شركة؟ فانت اقرب ليك ان انت تكون مهندس تنفيذ. عايز تشتغل في مشاريع كبيرة ويبقى اسمك مرتبط بمشاريع كبيرة في البلد وتفتخر بالكلام ده، برضك انت كده مايل ان انت تكون مهندس تنفيذ. طيب بتحب تكون ان انت استشاري وتصمم مشروع بنفسك وتشوف مشاريع على ارض الواقع من تصميمك؟ ده انت اقرب ان انت تكون استشاري ومصمم. بتحب انظمه التحكم والداتا وتشغيل الدماغ في انظمه الاكسس كنترول بقى وانظمه التيار الخفيف، فانت اقرب لتكون مهندس تيار خفيف. بتحب الرسم والبحث والدراسه والدراسات الفنيه، التسعير، الكلام ده، انت اقرب لان انت تكون مهندس مكتب فني. فحدد هدفك، شوف مهاراتك ايه، بتحب ايه اكتر، بتحب قعده المكتب ولا بتحب ان انت تكون في الموقع تبقى اكتف في الموقع. لازم تشوف انت بتحب ايه عشان تختار المجال المناسب ليك. لما تختار المجال المناسب ليك هتلاقي نفسك بتبدع في المجال ده، شغوف ان انت تتعلم اكتر، يعني هتكون اكتف اكتر وتطلع شغل اكتر، فده هيفيدك كمهندس في بدايه حياتك ان انت تحقق ذاتك او تحقق اسمك في السوق. فانا كمهندس كهرباء في سوق المقاولات انا ممكن اشتغل كمكتب فني او تنفيذ في مكتب استشاري، او كمكتب فني او تنفيذ في جهه مالكه، شركه مالكه، وزاره، ممكن اشتغل كمهندس مكتب فني او تنفيذ في شركه مقاولات، كذلك لو انا مهندس طيار خفيف ممكن اشتغل في مكتب استشاري او كمهندس مالك او كمهندس في شركة مقاولات. طبعا من الحاجات مثلا اللي بتقابلها في مشاريعك ان انت مثلا تكون في شركة مقاولات وتلاقي مثلا جاي لك مهندس المالك بيكون مثلا من جهاز المدينة، بيطلب منك رسومات، بيراجع معاك حاجات، فده جهاز المدينه او هيئه المقطوعات العمرانيه اللي بتعينهم، يعني هي بتبقى الاصل لهيئه المقطوعات العمرانيه وبيبقى منها جهاز المدينه. وده مثلا بيكون ده مهندس مالك جاي يراجع معاك ويشوف معاك نفذت متطلباته اللي هم طالبينها صح ولا غلط، طبعا بالمراجعه مع الاستشاري. هقف دقايق مع الأسئلة اللي جت. بالنسبة للسؤال اللي هو المقاولات المتخصصة بتكون باطن، بعض المقاولات المتخصصة بتكون مقاولة يعني عامة، زي مثلا شركة السويدي في العاصمة واخدة الطرق إسماعيلية والسويس، بتركب حاجة اسمها هاي ماست وبتمد لها الكابلات وبتنفذها وهي مسؤولة عنها وهي اللي بتوردها حتى. فدي مقاولة عامة ليها بالنسبة لها يعني. لكن مثلا بنفذ مول مثلا، أنا مثلا عندي في مول في العاصمة معايا في تنفيذ، فبجيب مقاول باطن ينفذ لي مثلا النظام الأرضي. فهو مقاول متخصص بينفذ بند من المقاولة العامة، فبيكون مقاول باطن من المقاولة دي.
من المقاولة العامة. مهندس التصميم ممكن يشتغل طيار خفيف أو عادي لو هو دارس كويس أسس تصميم الطيار الخفيف. في الغالب مهندسين الطيار الخفيف بيكونوا مهندسين اتصالات زي ما هنقول لو استنينا شوية في السلايد. طبعا مهندس طيار خفيف ممكن يكون مهندس تصميم عند الاستشاري زي ما قلت، او مهندس مالك جاي بيجي لي ناس كتير من شركة العاصمة بيستلموا مني الطيار الخفيف، التنفيذ الطيار الخفيف، ويراجعوا على الديزاين والسنجل لاين دايجرام مثلا. بيكونوا مهندس مالك. فمهندس طيار خفيف ممكن يشتغل كمهندس استشاري يصمم، ممكن يكون التنفيذ، ممكن يكون مهندس جهة مالكة. مجال المقاولات انا شايف ان هو يعني المقاولات طبعا او اي مجال هندسي بيتطور يوم بعد يوم. يعني مثلا المهندس عبد الحميد هيكلمنا عن البيم، البيم لسه ظاهر من كام سنة، عمل طفرة في مجال المقاولات. فمجال المقاولات انا شايف ان هو بيتجدد زي اي سوق عمل، بيتجدد وما مش هيقف لان الناس بتزيد، فأكيد هنعمل توسع وهنحتاج ان احنا نبني مدن جديدة، هنحتاج ان احنا نتوسع في العمران. طبعا الكلام ده هيحتاج مقاولات، فما اعتقدش ان احنا ممكن المقاولات تقف في الوطن العربي او في العالم كله. يعني نرجع تاني للمحاضرة بتاعتنا اللي بنتكلم فيها عن دور مهندس الكهرباء في ايه السوق المقاولات. طبعا احنا اتكلمنا ان انا ممكن ابقى مهندس استشاري، ممكن ابقى مهندس مالك، ممكن اكون مهندس مقاول. طيب في اسس لا غنى عنها لاي مهندس كهرباء، سواء هتشتغل بقى استشاري، سواء هتشتغل في مالك، هتشتغل مقاول، في اسس لابد ان انت تكون عندك ولا يمكن ان انت تستغنى عنها. اهم اسس لابد منها اللي هي اسس التصميم. لازم تبقى فاهم تصميم الكهرباء الكونسبت بتاعه ايه. منين ممكن افهم الموضوع ده؟ لما تقرا وتذاكر كويس جدا مثلا الدليل الارشادي لتطبيق الكود المصري، مختصر الكود وتعليمات الكود. ممكن طبعا كتب دكتور الجيلاني من يعني المراجع الجميله جدا في انظمه التصميم، سواء في تصميم الباور، سواء في تصميم اللايت كارنت، كتاب المرجع في انظمه التيار الخفيف لسه نازل في من سنتين، كتاب جميل جدا 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 لامم معظم أنظمة الطيار الخفيف وبيتكلم عنها باستفاضة وبأسلوب، طبعا أسلوب الدكتور الجناني جميل جدا ومفيد جدا. كتاب التركيبات والتصميم الكهربائية بيتكلم عن المشروع منذ الصفر إلى أن يكون مشروع مكتمل الأركان، إيه دور مهندس الكهرباء فيه من البداية. طبعا أسس التصميم هتفيدك جدا 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 كمهندس كهرباء استشاري، مالك، مقاول، هتفيدك. من احد الطرائف اللي حصلت معايا في مره اني كنت راسم شوب درونج وراح اعتمده من الاستشاري. الاستشاري يعني كان من يعني من عجرفته معايا ان هو لو خدت منه ميعاد الساعه واحدة وجيت له واحدة وعشرة ممكن ما يدخلنيش ولا يقابلني. فبعتمد منه الرسمه، فبقدم له الكيبل روتينج، ففي كيبل تري ماشي عليه كابل تيار، كابل جهد متوسط، جهد منخفض عادي اللي هو تغذيه من لوحه للوحه، تغذيه لوحه فرعيه من لوحه الام دي بي، وكابل تحكم بتاع اضاءه
لوحة LCB التحكم في الإضاءة. طبعا هو أول ما شاف الكابل قال لي إيه الهندسة ده؟ إزاي كابل تحكم يمشي جنب كابل جهد منخفض؟ فقلت له إيه المشكلة هندسة يعني عادي. قال لي إزاي عادي يعني؟ لازم يبقى في مسافة فاصلة ما بينهم. فقلت له لا والله الكود بيقول لو كابل جهد منخفض بجانب كابل تحكم فمفيش مسافة فاصلة. أما اللي حضرتك بتتكلم عنه ده فكابل جهد منخفض بجانب كابل اتصالات. فالمسافة ما بينهم لا تقل عن 30 سنتي. بس ده مش كابل اتصالات، لأن كابل التحكم بيبقى ماشي فيه ديجيتال سيجنال، ديجيتال سيجنال لا اما 0 لا اما 1، يعني لو هو شغال 24 فولت لا اما 0 لا اما 24 فولت، ولو هو شغال 220 مثلا متحكم في كونتاكتور 220 فلا اما 0 لا اما 220. فما فيش اللي حضرتك بتتكلم عنه ده كابل اتصالات، يعني كابل مثلا داتا كابل نت يعني، او كابل بينقل اشاره مثلا من 0 ل 10 فولت او من 4 ل 20 ملي امبير، ده اسمه كابل اتصالات. ده ما عشان يمشي جنب كابل جهد منخفض فبيتاثر بالمجال. فالكود بيقول عشان امشي كابل جهد منخفض بجوار كابل اتصالات فلابد من مسافه لا تقل عن 30 سنتي، لكن ده كابل تحكم فمش محتاج مسافه فاصله اساسا. طبعا بعد ما قلت له كده انا عاوز اقول لك ان المعامله اتغيرت 180 درجه، بقى يقابلني في اي وقت واداني نمره التليفون وبقينا اصحاب كمان يعني. فلما بتكون فاهم اسس تصميم كويس انا وفرت على الشركه بدل ما الرسمه تقعد اسبوع او اكتر مع الاستشاري واروح وارسم له رسمه تانية تعجب حضرته ويعتمدها لي. طبعا الكلام ده بياخد وقت، بياخد وقت من عمر تنفيذ المشروع. فكل ما اختصر الوقت ده كل ما كان مكسب للشركة ومكسب ليا كمهندس. فإن أنت تبقى فاهم كويس ده هي هي يعني هيعلي الفاليو بتاعتك كمهندس كهرباء. طبعا من الحاجات اللي لازم برضك تكون عارفها كويس ايه اكواد التصميم، زي الكود المصري زي الاي اي سي. طبعا الكود المصري او الاكواد عامه هي الدستور اللي انت بتمشي عليه كمهندس كهرباء. والكود ده مش لمهندس كهرباء بس، لا الكود ده هتلاقيه في كل مجالات الهندسه. الكود ده بيحمينا من ان احنا نقع في اخطاء تسبب مشاكل في المشروع فيما بعد. فالتزامي بالكود بيخليني يعني الكود هو الصح. فطول ما انا بعمل الصح بعمل زي ما بيقول الكود فمفيش حد هيقدر يعدل عليا، فهيكون شغلي صح، هيكون نظره الناس ليا لا ده مهندس فاهم وشغال صح. من الحاجات التانية اللي انت تكون لازم تبقى فاهمها كويس جدا 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 بالذات لو انت مهندس تنفيذ او مهندس استشاري في الموقع، مهندس اشراف على التنفيذ، لازم تبقى فاهم ازاي انفذ بند الكهرباء. يعني ايه ازاي انفذ بند الكهرباء؟ دلوقتي عندي مسار، انا يمكن جبت لكم جزء مقايسة، ده جزء من مقايسة كهرباء بيتكلم عن تنفيذ مخرج إنارة في السقف. فالمخرج في المقايسة متوصف إنه لو نقرأ مع بعض توريد وتركيب واختبار دائرة مخرج إنارة أو شفاط داخل مبنى مفرد أو مشترك مع مخارج أخرى، يعني مخرج يكون واحد بس أو كذا مخرج على نفس الدائرة، والتحكم في الإنارة بأي نوع من أنواع مفاتيح التحكم أو من لوحة التوزيع مباشرة وذلك بدائرة فرعية بأسلاك 3 في 3 ملي. أول حاجة نقف معاها مثلا التوصيف ده. ده توصيف إيه؟ السلك اللي مغذي المخرج. طيب السلك ده أول حاجة بتتكتب هنا مثلا دي العدد، عدد الأسلاك أو عدد الكور لو كابل.
لو مثلا كابل 3 كور بيقول لك 3 في 150 مثلا، او زائد النيوترال بيبقى مثلا في ريديوس او نفس القطاع. ف اول رقم ده بيتكتب ده العدد، فده 3 في 3 مللي، يعني 3 اسلاك عددهم 3 والقطاع بتاعه 3 مللي. فاول رقم ده العدد، تاني رقم ده قطاع الكابل او السلك. فهنا عندي سلك فبيقول لك 3، عدد الاسلاك 3 وقطاعها 3 مللي. من انتاج بيبتدي يقول لك الفيندور اللي هو محددها عشان تشتري منها كم قاول. طبعا الفيندور دي اللي شايفها المالك والاستشاري ان ما ينفعش تشتري من حد غيرهم. معنى كده ان انت لو جبت حد من شركه من شركه من الشركات اللي في السوق غير السويدي او الكابلات الكهربائيه المصريه او الجيزه او كابلات مصر او العالميه اللي هو محددهم لك في المقايسه، الكابل ده هيبقى مرفوض من غير ما يبص عليه الاستشاري او المالك. الا لو جبت يعني مشيت في اعتماد بقى مع الاستشاري، انت بتعتمد شركه من جديد فيقول لك هات لي الهيستوري بتاعها وهات لي المشاريع اللي نفذتها ومين اعتمدها قبل كده وهات لي وحضرني اختبارات في المصنع. طبعا عشان نوفر من عمرنا ومن عمر المشروع بنختار في الغالب حد من الشركات اللي موصفها الاستشاري والمالك في المقايسه اللي هي من الفيندور ليست السويدي او الكابلات الكهربائيه المصريه مثلا او الجيزه او كابلات مصر او العالميه. بنبتدي نجيب الشركات دي ونحدد الخامات اللي احنا محتاجينها وبنقول لهم ادوني عروض اسعار وتعمل ممارسه ما بينهم بتفاوضهم عشان تاخد انسب سعر وانسب عرض فني. متوسط طول الدايره 10 متر. يعني معنى كده ان الدايره دي من اللوحه لغايه المخرج فدي طولها 10 متر. طيب انا لو مش فاهم ازاي انفذ، طب 10 متر ازاي؟ ولما هتيجي تراجع في كتالوج المواسير هتلاقي الماسوره ستاندر 3 متر، طب دي هتركب ازاي؟ طبعا عشان تبقى فاهم كويس ازاي ينفذ البند، فانت هتكون عارف ان الماسوره دي مثلا محتاجه جلبه عشان اوصلها بماسوره تانية فيبقى 3 متر و3 متر دي 6، وهحتاج جلبه تانية عشان ماسوره تانية، هحتاج بيندنج سواء بقى بسوس التكريب او كرب جاهزه عشان انزل للمفتاح بتاعي او علبه المفتاح. طيب انا فاهم هنفذ ازاي، فهبدأ لما اجي كمهندس مثلا تنفيذ هاجي اطلب الخامه، هطلب عدد مواسير معين، وهطلب مثلا جلو عشان احطه ما بين الماسوره والجلبه، وهطلب عدد جلب معين عشان اقدر انفذ صح. طيب انا مش فاهم ازاي بيتنفذ صح، هطلب خامه غلط. لو انا مثلا مهندس مكتب فني بسعر، هسعر البند غلط، فبالتالي هقع في مشكله سواء في تنفيذ، لو انا مهندس مكتب تنفيذ سواء انا مهندس تنفيذ مش فاهم كويس فهنفذ البند غلط لاني طلبت طلبيه غلط، او سواء كمهندس مكتب فني انا سعرت البند غلط فخسرت شركتي فلوس. فطبعا ان انت تكون فاهم كيفيه تنفيذ بند الكهرباء صح ده هيفيدك كمهندس مكتب فني كمهندس تنفيذ عشان تسعر صح كمهندس مكتب فني وتجيب حق شركتك وتكسبها كمان مش تجيب حقها وبس. سواء انت كمهندس تنفيذ تنفذ البند صح، وعلشان الصناعية في المشروع يحترموك ويعرفوا ان انت فاهم كويس، وعشان الاستشاري في المشروع يحترمك ويعرف ان انت فاهم فيديك الثقة. طبعا ثقة الاستشاري في المشروع انه انت تاخدها كمقاول دي كنز، فلازم تبقى فاهم بند الكهرباء كويس ازاي تنفذه، علشان ده هيفيدك كمهندس في مكتب استشاري بتستلم من مقاول ما يضحكش عليك، سواء انت مهندس تنفيذ في موقع كمقاول تعرف تنفذ البند صح
ما تنفذوش غلط والاستشاري يرفضه وتضطر تكسر وتعمل من جديد، او الصناعيه تضحك عليك مثلا في موقع، تطلب طلبيه غلط فما تعرفش تنفذ البند، او تعمل دبليكيت لخامات فتحمل البند فلوس اكتر، تعرف تسعر لو انت مهندس مكتب تنفيذ، تعرف تسعر البند صح وتجيب مكسبك صح في البند ده. فلازم تبقى فاهم ازاي تنفذ بند الكهرباء. طيب انا مهندس مكتب فني، انا مهندس حديث او مهندس لسه في الكلية، طبعا تنزل تدريب، تنزل كورسات، ده هيفيدك جدا جدا، تقف مع مقاول كهرباء او صنايعي وهو بينفذ، تشوف بينفذ ازاي. مش هيفيدك بنسبة 100%، بس هتعرف بعض التكنيكس اللي هو بيستخدمها الصنايعي في التنفيذ، زائد معرفتك النظرية في الكلية ومعرفتك النظرية من الكتب اللي انت هتقراها. طبعا في كتب جميلة جدا من مهندسين خبرة في مجال التنفيذ بيقول لك ازاي تنفذ بند ازاي. من الحاجات طبعا المهمة جدا جدا جدا، لو انت مهندس في شركة مقاولات لازم تبقى فاهم ترتيب تنفيذ البنود في المقاولات. في المقاولات انا مثلا لو عندي سقف وعايز اعمل فيه مخارج كهرباء، طيب السقف اول ما بيبتدي يشتغل بيحط خشب مثلا، او يصب العمدان وبعد كده يحط فوقيها الخشب، بعد الخشب بيبتدي يحط رقة حديد اولى، وبعد كده كراسي ورقة حديد تانية، وبعد كده يصب الصبة بتاعته. طب انا كمهندس كهرباء لو انا في شركة ومش فاهم ازاي ترتيب البنود في المقاولات، انا هتلاقي مثلا السقف ابتدى يتحط خشب، وابتدى يحط الرقه الاولى حديد، وانا لسه ما رميتش شغلي، المفروض ارمي شغلي بعد الرقه الاولى، بحيث ان هو يبقى الشغل محفوظ ما بين الرقه الاولى والرقه الثانيه، ما يتحصرش من كتر الحديد فوقيه. فانا لو ما نفذتش في الوقت الصح، فانا كده هعرض الشغل بتاعي لمشاكل. ان انت تكون عارف ترتيب تنفيذ البنود في المقاولات هتحفظ شغلك من مشاكل كتير قد يتعرض لها، زي مثلا واحد اشتغل مثلا الكهرباء بعد الخشب على طول، في الغالب بتوع الحديد بيدوسوا على الخراطيم او المواسير، المواسير بتتكسر، الحديد بيعصر ساعات المواسير، وممكن تلاقي مثلا حداد كسر لك بتاع، فما عرفتش تنفيذ البنود الصح ازاي، بتبتدي تعمل مشاكل في المشروع. فانا بجنبك ان انت تعمل مشاكل في تنفيذ مشروعك عن طريق ان انت تبقى فاهم كويس امتى اخش، امتى اشتغل شغلي. طبعا لو نسيت ان انت تخش اساسا، هتكلف شركتك ان انت تشتغل، مدى ما تشتغل امبيدد لا ان انت تشتغل اكسبوز، فهتكلف تكاليف اعلى. كمهندس كهرباء علشان تبقى الفاليو بتاعتك كويسه، وعشان تثبت نفسك في اي شركه، لازم تبقى فاهم ترتيب بنود المقاولات صح. طبعا كاي مهندس في الدنيا لازم تبقى ابديتد مع التقنيات الحديثه اللي بتظهر. ظهر برنامج جديد زي الريفت، لازم تتعلمه، تطور في نفسك، تحاول تمارسه على قد ما تقدر. ظهر تقنيات جديدة زي مثلا سنتر باتري، تقرا عنه تفهمه، ممكن ما تنفذوش في مشروع، لكن تيجي في مشروع تاني تلاقي نفسك محتاج تنفذه، فيبقى عندك فيدباك عنه. من الحاجات طبعا الأسس اللي لا غنى عنها لأي مهندس كهرباء، ان انت تبقى تتعامل كويس جدا مع برامج الاوفيس عامه، وبرامج اوتوكاد، برنامج زي الريفيت، برنامج زي الديالوكس، برنامج زي الاي تاب. الاي تاب ده لحساب الفولت دروب والشورت سيركت، الديالوكس حساب شده الاضاءه. ساعات استشاري بيطلب منك اعمل لي لوكس كالكوليشن ويقدمه لي،
فلازم كمهندس ما تقولش مثلا مهندس في شركه مقاولات مش محتاج اعمل تصميم، فمش محتاج افهم اي تاب ولا ديالكس ولا اي حاجه من الحاجات دي، ده انا كويس قوي ان انا عارف اوتوكاد. لا، اتعلم، لانك ما تعرفش ممكن تحتاجها امتى. ممكن استشاري يرخم عليك يقول لك اعمل لي حسابات شده اضاءه وقدمها لي اعتمدها لك الاول قبل ما تنفذ اي حاجه. ده كان ملخص او خيوط عريضه لمهندسين الكهرباء حديث التخرج، او مهندس كهرباء لسه زميل في الكليه وناوي يطلع لسوق العمل. فبقول له خلي بالك من الخطوط العريضه دي علشان ما تصطدمش بواقع الكهرباء. طبعا شركه اوتو ديسك افادتنا في مجال المقاولات عموما او مجال الهندسه ببرنامج العملاق اوتوكاد، وبعده برنامج الريفت اللي عمل طفره في مجال الهندسه عامه، لانه بيحاكي الواقع اكتر، فبينقذ المشروع من مشاكل الكوردينيشن اللي بتحصل في المشروع، ومشاكل ان انت تلاقي التصميم بتاعك بعيد عن ارض الواقع. فطبعا ده هيكون مهندس عبد الحميد معانا. هستأذن طبعا قبل ما مهندس عبد الحميد يدخل معانا ويفيدنا في موضوع البيم، هنشوف لو في أسئلة نقدر نرد عليها. تمام، كان في سؤال مكتوب على المنتدى برضو عشان ما ننساش الناس اللي كتبت على المنتدى. الأسئلة اللي كانت مكتوبة على المنتدى كان في 4 أسئلة تقريبا. كان أحد الزملاء بيسأل عن مسارات كابلات اللو والميديم. طبعا مسارات الكيبل روتينج عامة بيجي لي في التصميم، في التصميم بتاع المشروع في التندر، وأنا ببتدي بعد ما أشوف الموقع ببتدي أعمل شوب دروينج. هل الكيبل روتينج اللي عاملها الاستشاري دي هتنفع مع المشروع عندي ولا هتبقى صعبة؟ فابتدي اعمل له شوب درونج بعتمده من الاستشاري وببتدي انفذ على الواقع ده. طبعا الاستشاري في الحاجات دي بينزل معايا، بيبص على لو في مثلا كيبل ترينش، بيبص على الكيبل ترينش، بيبص على عمقه، بيبص على تنفيذه. لو في كيبل تري بيستلمها، بيبص على ال قطعات الكابلات اللي ماشيه عليه، وهل محقق فيلنج ريشيو ولا لا. كل ده بيعتمد قبل ما ابتدي انفذ في الشوب درون. كابلات الميديم ممكن يكون ليها طابع خاص شويه، لانها في الغالب بتجي لي من بره، يعني بيجي لي من جهاز المدينه او من شركه الكهرباء المسؤوله في المدينه دي. فقبل ما ابتدي في المشروع او ما بتجي لي رسومات التندر، انا عن نفسي يعني بعمل كده، او اللي اعرفه ان ده الصح. انت بتراجع مع جهاز المدينه وشركه الكهرباء المسؤوله في المدينه بتاعتك. اولا تراجع حاجتين مهمين جدا جدا جدا، جهد الكهرباء اللي داخل لك كميديم ايه، لان في بعض الاحيان بيكون الجهد 11 كيلو، في بعض الاحيان بيكون الجهد 22. لو طلبت محول غلط، لو طلبت محول 11 وانت الجهد التوزيع عندك كميديم من شركه الكهرباء 22، طبعا انت مش هتقدر تغير اي حاجه من الحاجات دي، فانت هتضطر تكلف مشروعك مبالغ باهظه عشان تحقق اللي انت جبته ده او تشغل اللي انت جبته. فطبعا اول حاجه بسال عنها جهد التشغيل، الجهد التوزيع الميديم عندي كام؟ هل بيوزع على 11 ولا بيوزع على 22 ولا بيوزع على اكتر من كده؟ او شركه الكهرباء هتخزيني منين؟ فده مهم جدا، لان على اساس الميديم جاي لي منين احط الرينج في اقرب مكان ليها، احط المحول في اقرب مكان للرينج، وهطلب الرينج بالجهد اللي جاي لي اللي هو 22 او 11، وهطلب المحول مطابق للجهد اللي مطلوب، هيبقى مثلا 11 على 400
11 كيلو على 400 او 22 على 400، لان انا بشغل المشروع بتاعتي لو، فمحتاج محول خفض. من الاسئله اللي جت تاني بيقول اعمده الاناره. طبعا اعمده الاناره لو مشروع انفرا الاستشاري هو بيبقى مسؤول عن ابعاد الاعمده ومكانها اكس واي وزد، بيبتدي يديك رسومات تصميميه بتشتغل عليها شوب دروينج، وبيجي يستلم منك، بيبقى فيه استشاري في مكتب الاستشاري، يعني بيبقى فيه استشاري مساحه بيستلم منك احداثيات القواعد بتاعت العمدان، بيستلمها قبل الحفر وبعد الحفر، وبيستلم منك بعد ما تحط القاعده اكسات الاعمده، بيستلم منك مسار الكابل وعمق الحفر بتاع الكابل مع المهندس او قبل مهندس الاستشاري الكهرباء. وطبعا اعمده الاناره بيتم وضعها بالقرب من الرصيف بعد البلدوره على طول تقريبا علشان تنور الطريق. لو الرصيف كبير وعاوز انور الرصيف، فبيكون العمود دبل، يعني في كشاف على الشارع وكشاف على الرصيف بحيث ان هو ينور لي الرصيف. من الاسئله اللي جت بيقول التفاصيل اللي بتبقى في اللاندسكيب والاناره الخارجيه، ايه اهم التفاصيل؟ فانا مش فاهم ايه يعني كلمه تفاصيل هو يقصد بيها ايه، بس على حسب الاستشاري على حسب المشروع بتفرق في الاناره الخارجيه. لو مشروع مثلا اثري او مشروع مهتم جدا بالاناره الخارجيه، فبساعات في استشاريين بيتعسفوا ويطلبوا دراسه ضوئيه ببرنامج مثلا زي دايلوكس ايفو او 3 دي ستوديو ماكس. طبعا انت لازم تهتم ب كمهندس كهرباء هتوصل ما بين المخارج ازاي في اللاندسكيب، لان ده بيعمل مشاكل كتير. هستخدم ايه ماده العزل اللي هستخدمها عشان اعزل كابلات اللحامات اللي في البواطات الكهرباء. من الاسئله اللي جت بيسال عن لوكس كالكوليشن للمسجد، فانا يعني بحثت بحث سريع كده في الكود ما لقيتش مسجد نفسه ليه مواصفه معينه، وفي السايبس برضك ما خدتش بالي من دور العباده اللوكس فيها قد ايه. طبعا لو في حد متخصص في الاضاءه هيفيدنا اكتر، بس عامه في الكود بيقول ان اللوكس فيها باشمهندس، فيها باشمهندس احمد كود خاص في السي اي بي سي بالورشيب كلها، فيها المساجد وفيها الكنائس وكل ده كود خاص بيها خالص، لو حد يقدر يسيرش عليه ويجيبه يعني. تمام هندسه. وطبعا الحسابات انت بتطلبها ممكن الحسابات الاستشاري بيطلبها ممكن تكون عن طريق لوكس ميتر، او ممكن يستلم منك لوكس ميتر في الموقع على حسب الاستشاري، او ممكن يقول لك ابعت لي بس حسابات الديالوكس مع الشوب درونج اللي انت مقدمه. فدي كانت الاسئله اللي في المنتدى. بالنسبه للاسئله اللي في الشات، هل ممكن اشتغل اكتر من كود لنفس المشروع؟ تقصد ايه بكود؟ هو لو انت في مصر هتستخدم الكود المصري وهتلتزم بيه. في مع الكود بيبقى في حاجه اسمها مواصفه الاستشاري، فهو ممكن الاستشاري يدقق على بعض الحاجات بتكون في الغالب في اكواد تانيه عالميه زي الاي اي سي مثلا، ممكن يكون هيركز عليها، دي بتبقى اعلى شويه من الكود المصري، فدي مواصفه الاستشاري زائد الكود المصري، فانت بتلتزم في البلد اللي انت شغال فيها بالكود بتاعها زائد مواصفه الاستشاري للمشروع. بعض الاستشاريين بيحط مواصفه خرافيه في المشروع، دي متطلبات المالك مع الاستشاري لازم تنفذها. من الاسئله الثانيه، الدايركس ايفو مثلا متعرف عليه كود غير الكود المصري لوكس،
هل ينفع ولا لازم أدعم؟ دي بتبقى طبقا للاستشاري، يعني الاستشاري طالب ايه؟ هل استشاري بيبقى يعني حسب التصميم اللي جاي لك، فدي هتفرق من استشاري لاستشاري. في استشاريين لا، انا بيحاول يقلل في مشروع على قد ما يقدر عشان يحقق مواصفة المالك. في استشاريين لا، بيطلب اعلى حاجة لان المالك مديله اثوريتي ان هو يعمل احسن حاجة في كل حاجة. فدي على حسب المالك للمشروع او الاستشاري هو اللي بيحدد متطلباته. بالنسبة للماتيريال لأسس التنفيذ وأنظمة وتسعيرها، طبعا كتب الدكتور الجيلاني مفيدة جدا في الموضوع ده. التسعير، في كتاب للمهندس أحمد عيسى في التسعير جميل جدا، لو تبحث عنه وتقدر تعمل له داونلود. لا، الكتب دي أكتريتها فري، يعني إحنا بس ندور هتلاقي الحاجات دي موجودة و فري، ويعني هتفيدك جدا. يعني مش بس يعني مجموعة كده من الكتب اللي واحد عاملها يعني عشان ياخد اسم، لا الكتب دي فعلا مفيدة وفي ناس كتير استفادت منها، ولما تقراها وتشوفها هتعرف ان الكتب دي جميلة جدا، وهتلاقي ان انت استفدت منها في سوق العمل. يعني هل قلت مخرج فقط بدون تحديد الطول وكده سبيكس صح؟ وهل مثلا احدد اطولهم؟ هو المخارج سواء مخارج اناره او مخرج كهرباء عادي اللي هو البريزه، يعني مخرج قوه، في الغالب بعمل لها حاجه اسمها متوسط طول. يعني باخد ابعد مخرج وباخد مخرج وسط وباخد مخرج قريب وبجيب متوسط طولهم وبحدده في المشروع او بحدده في المقايسه بتاعتي. في الغالب بيبقى متوسط طول عشان مش هيقعد يحاسبك هو على المخرج ده طويل، او في استشاريين بيريحوا دماغهم ويقول لك بالمتر الطولي وبيستلم منك في المشروع المخارج متر طولي وليس عدد. يعني لو هيوصف المخرج بالعدد فهيحط متوسط طول مثلا على حسب مثلا في المشروع 10 متر مثلا، المشروع مش كبير قوي فمتوسط طول 10 متر. متوسط طول ده من المخرج للوحة، فده متوسط الطول. لو انا هحدد في المقايسة ان عدد المخارج هتاخد متوسط طول تضربه في العدد عشان يجيب لك المتر الطولي للمواسير والسلك والحاجات دي. في استشاريين بيريحوا دماغهم ويقول لك بالمتر الطولي مخرج كذا، اما يجي يستلم في الموقع بقى منك بيجيب المتر ويستلم المخارج بيحسبها بالمتر قد ايه ويكتب لك في الاستلام متر طولي قد كذا ويستلم منك متر طولي عشان يحاسبك بيه في المقايسه. من الأسئلة اللي معانا تاني، ليه أغلب حديث التخرج بيشتغلوا مكتب فني وموقع في نفس الوقت؟ وليه مكتب فني أغلب الشغل المعروض لازم يكون خبرة مش أقل من 3 سنين؟ طبعا المكتب الفني يعني ده معيار نجاح الشركة، لان هو اللي بيسعر بيعمل. يعني مثلا قلت لك شركات المقاولات بتقدم عرض مالي وعرض فني عشان تخش في المشروع. اللي بيعمل العرض الفني والعرض المالي ده هو مهندس المكتب الفني، فعشان كده في الغالب مهندس المكتب الفني تلاقيه بيختاروا مهندسين خبره. طبعا انت لما تيجي تقدم في وظيفه زي كده ومعاك الهيدلاينز اللي قلنا عليها ان انت تقوي نفسك فيها دي، ده بيفيدك كمهندس ان انت تبقى اقرب للوظيفه دي لو انت عايز تشتغل كمكتب فني. في غالب المشاريع او حديث التخرج بيخلوه يشتغل مكتب فني وموقع عشان يكتسب الخبره بتاعه الموقع
ويكتسب الخبره بتاعت المكتب الفني، وبعد كده بيقيموه بعد مثلا سنه او سنتين، بيبتدوا يقيموه المهندس ده ينفع في المكتب الفني اكتر ولا الموقع، ويبتدي ان هو لو هياخدوه في المكتب الفني او ياخدوه في الموقع. مهندس المكتب الفني لازم يبقى فاهم التنفيذ في الموقع ماشي ازاي كويس جدا، علشان زي ما قلت لك يقدر يسعر البنود صح ما يخسرش الشركه. فمهندس المكتب الفني لازم يبقى فاهم كويس جدا جدا جدا، عشان كده يعني هو يعتبر عصب الشركه. مهندس المكتب الفني هو اللي بيعمل شوب درونج، لما بيجي يعمل شوب درونج غلط التنفيذ في المشروع بيتم غلط. فمهندس المكتب الفني خبرته بيتوقف عليها حاجات كتير قوي، بيتوقف عليها نجاح التنفيذ، وبيتوقف عليها نجاح الشركه في ان هي تكسب عطاء او تكسب ممارسه دخلت فيها بتقدم عرض فني ومالي كويسين، فبتكسب المناقصه او الممارسه اللي هي داخله فيها. فده برضك اللي بيعمله مهندس المكتب الفني. تقريبا كده عائد مادي مهندس المكتب الفني. تمام، اعتقد احنا عشان برضو وقت المحاضره احنا ممكن نكمل في اللقاء مع باشمهندس عبد الحميد علشان وقت الناس، وممكن في الاخر نرد على بقيه الاسئله لو ده مفيش مشكله فيه معاك يا باشمهندس. تمام يا هندسة، يعني يشرفنا ان احنا كلنا نسمع مهندس عبد الحميد ونكتسب منه خبرة في مجال البيم، لانه هو ده الحديث في مجال المقاولات يعني، وان شاء الله نستفيد يعني. اتفضل يا هندسة، واسفين على الاطالة يا هندسة. تمام، شكرا يا باشمهندس احمد، طبعا اشكرك جدا على المحاضره القيمه، واشكرك جدا على الاسئله. يعني رجاء برضو لو نقدر نكتب الاسئله في كومنت على المنتدى، بحيث ان يبقى في توثيق اكتر، وبحيث ان احنا نقدر نرجع لها بعد اللقاء، حتى لو ما لحقناش نرد عليها يبقى في وقت ان احنا نرد عليها بعد كده. وفي نفس الوقت اللي هيشوف التسجيل يقدر يشوف التسجيل والاسئله، يبقى عارف ايه الاسئله اللي اتسالت، يبقى فاهم شويه، بدل لان الشات بيضيع في الزوم. اتفضل يا باشمهندس حميد. طبعا شكرا يا باشمهندس احمد. شكرا لك هندسة. طيب صوت واضح؟ الصوت بتاعي واضح طيب يا باشمهندس؟ واضح جدا، اتفضل. زي الفل. السلام عليكم. إن شاء الله النهارده هنتكلم عن البيم وأهميته لمهندسي الكهرباء. في البداية أعرفكم بنفسي، أنا عبد الحميد سالم، MAB BIM Specialist في ASGC Egypt أو معروفة بشركات الشافور. كنت شغال قبل كده Electrical Designer و BIM Engineer في أوف Consulting فرع قطر، وقبلها كنت Electrical BIM Engineer في Orascom Construction، وأنا Certified Professional في رفد الكهربي من أوتوداسك، وشغال رفد Instructor في كندا كده. اشتغلت في ميجا بروجكت في مصر وقطر والكويت والسعودية، كل ده باستخدام البيم تكنولوجي أو البيم تولز عموما. طيب في البداية، إيه هو البيم؟ لو قلنا سؤال What is BIM؟ خلينا نرجع ورا شوية. من زمان الناس الأول كانت بتستخدم التولز إزاي عشان ترسم الدرامي بتاعها. ده صور حقيقية من الأرشيف للناس اللي مكتب استشاري، شايفين الناس بنعمل الديزاين إزاي؟ ده مثلا برضو ده لوحة إيربان مثلا، كانوا بيقول إن دي الإيربان بتاع مدينة أبو ظبي. تخيلوا هنا لو حصل أي خطأ أو أي مشكلة أو حاجة اتمسحت، أنت هنا الصمت تقريبا بيعبر عن رقم كبير، كيلو مثلا ولا حاجة زي كده. ففي قلة دقة، في وقت كبير جدا مهدور، تعب. بعد اللوحات اتنقلنا لاستخدام الكاد الـ2D، بدأنا نرسم بالكاد كـ2D symbols أو كـ2D annotations، بس برضه في وقت التعديل او لما يطلب منها تعديلات، سواء في اي فيس من مراحل المشروع، بنرجع نمسح ونعدل. طيب غيرنا في الديزاين، بنغير في ككهرباء، بنغير في البيانس كادوال، بنروح نغير في المقايسه وهكذا في السكشنز. لو معانا سكشنز فلازم نغير في كل ايه؟ كل الفيس دي. بعدها رحنا للبيم تولز او البيم سوفت وير، ظهرت بدانا نتعامل مش مع 2D، لا احنا بدانا نتعامل مع 3D جيومتري،
3 دي جيومتري ده بيبقى فيه انفورميشن، فيه داتا، بقى في حاجه اسمها بارامتريك تشينج، ان الحاجه تتغير لو غيرتها في البلان، تتغير لوحدها في البي او كيو، تتغير لوحدها في السكشنز، تتغير لوحدها في اي حاجه تانية متعلقه بالبلان. فده التكنولوجي بتاع البيم. طيب لو قلنا عاوزين نعرف البيم، فطبقا للايزو البيم هو construction of a model، بناء موديل بيحتوي that contains information about a building، بيحتوي على معلومات. نركز على كلمة contains information دي جدا لأن نحتاجها قدام دلوقتي. that contains information about a building from all phases of the project life cycle أو the building life cycle. هو إحنا بنبني موديل بيحتوي على معلومات أو informations للمبنى فين في كل مراحل المشروع. لو جينا مثلا نتكلم في مراحل المشروع، احنا في الاول بنعمل ايه؟ بنعمل conceptual design، نعمل space program، نحدد الاماكن بتاعتنا كمهندسين كهرباء، اماكن الكهرباء، auto generate و auto transformer، الاماكن الشفطات والكلام ده. ندخل بعدين لمرحله الديتيل design ومرحله الاناليسيس زي lighting analysis وغيره والحاجات sustainability، وحاله مرحله الدوكيومنتيشن لو احنا نخرج اي اف سي خلاص ينزل المشروع بتاعنا بقى للسايت. ففي فابريكيشن، مرحله الفابريكيشن المصنعين او ان احنا نطلب نعمل اوردر بالكميات بتاعتنا توصل لنا. مرحله الكونستراكشن لو احنا عايزين نعمل ال 4 دي وال 5 دي بلاننج، اللي هو ازاي نربط اصلا البيم او الموديل بتاعنا او الدرونجز بتاعتنا بالتايم ك 4 دي او بالكوست ك 5 دي. حتى لوجيستكس، ان احنا بنقدر نعمل سيميليشن برضه بالسوفت وير بتاع البيم او بالبيم تكنولوجي، ان احنا نشوف اللوجيستكس ونعمل لها سيميليشن. مثلا زي التاور كرين احنا بنقدر نعمل سيميليشن ان هو ازاي بيتحط انهي مكان كفرج، يشوف انهي تاور كرين كفرج هنحتاج واحد ولا اثنين ولا اكتر. طيب هل بعد ما خلصنا المبنى هنعرف نحله ونشيله من مكانه ولا لا؟ وطبعا اللي شغال عارف ان في اكتر من تاور كرين ما عرفش يتحل واضطر ان هم يكسروه بمعنى صح. مرحله الاوبريشن اند مينتيننس او الفاسيلتي مانجمنت، وهنشوفها الوقت ازاي البيم خدمنا بشكل كبير جدا في المرحله دي. حتى مرحلة الهدم برضه بنستخدم الموديل عشان نعرف ازاي ايه اضعف بوينت نقدر نحط فيها مثلا متفجرات او كده، بحيث ان المبنى يقع مكانه ما يضرش اللي حواليه. مرحلة اعادة بناء الرينوفيشن، كل ده، كل السايكل بتاع البروجكت لايف سايكل دي كلها بتنتجريت بواسطة البيم. حتى الستيك هولدرز، انا لو عندي حتى لو مهندسين المعماريين المساحين او سيفل انجينيرز، السيموليشنز اللي بتتعمل على الاستراكشر كمبنى انشائي الام اي دي بالديزاين بتاعهم بالاناليسيز زي اللايتنج وزي الكولنج في الهاب زي الميكانيكال او كده، الفابريكيتورز، حتى الاونر، حتى باشمهندس احمد ايه شرح ان اللايف سايكل كلها بتيجي ازاي، وان شغل الكهرباء او كمهندسين كهرباء لينا شغل عند ده كله، عند الاونر وعند الاستشاري كديزاينر او كاشراف، وعند عند المقاول كمكتب فني او كسايت، حتى عند السبلايرز. عندنا السبلايرز النهارده زي اي بي بي وسيمنز بدا عندهم بيم تيم. طب ليه؟ هم هل هم السبلايرز دول بداوا يبنوا يخشوا في مرحله البناء؟ لا، هم بدا يبقى عندهم بيم تيم لاهميه البيم في السوق، ان هم يقدروا يقدموا سوليوشنز للعملاء بتاعهم بالعملاء بتوعهم علشان يقدروا يجوا لهم. انا دلوقتي عندي مشروع بيم، فبدل ما هجيب من شركه مثلا مش بتشتغل او مش مجهزه اللايبراري بتاعتها، لا انا اروح لشركه زي اي بي بي، هطلب منها كل حاجتي وهطلب منها بالحاجه بتاعتها برضه في بالاتفاق ان هي تورد لي اللايبراري بتاعت الفاميلي لايبراري بتاع ريفت، وتدينا سبورت في الحاجات دي لو احنا احتاجناها قدام. مثلا في الاسبل بنعدل كل الدايمنشن بتاع الايكوبمنت بتاعتنا كلها على ايه، على الكاتالوجز اللي احنا بناخدها من المصنعين. فده كله بينتجريت كل الستيك هولدرز في المشروع كله بالانتجريت، بنقدر ننتجريت، بيبقى في انتر اوبرابيلتي ما بينهم، في كومن داتا انفايرمنت ما بين ده كله، ان هم يتواصلوا بواسطه البيم بحاجه واحده بس. خلينا نبدا نتكلم بقى عن اهميه البيم للمهندسين كهرباء بالاخص. لو احنا بدانا في مرحله الديزاين من الاول، خلينا نبص على فيديو بسيط كده جدا واحنا بنعمل لينيات مثلا في الكهرباء لكام اوضه مثلا او كام سبيس. شايف احنا هنا بنقعد نقص اللينيات وهكذا، نقعد نقص اللينيات بتاعتنا، الفيكسشرز بتاعتنا، السوكتس. بعدها المرحله الثانيه هنبدا نعمل مثلا وايرنج.
بدأنا نعمل وايرنج، بدأنا نحط أسماء لينيات عندنا، بنحطها دي كله مانوال. وهكذا بنبدأ نسمي بإيدينا كل حاجة ونشغل. طيب عايزين نعمل بانل سكادول بقى، بنعمل ايه؟ حتى الانوتيشنز اللي بنقعد نعمل فيلت ما بين كل الحاجات دي كلها. طيب عاوزين نعمل بانل سكادول، بنروح للاكسل شيت بتاعنا، نشتغل داتا انتر شوية حلوين كده، دونت ورك كتير جدا، بياخد وقت ومجهود مننا، ولو عدلنا حاجة لازم نروح لنابديته في البلان، نعدله في الاكسل شيت بتاعنا، نحط الكوانتيتي، نقعد نعد شغل المهندسين الكهرباء اللي احنا عارفينه كلنا، واللي اكتر حاجه تقريبا اكتر تاسكاي بتضايق اي حد يشتغل فيها. حتى لو انا اعمل مقايسه برضه مضطر اعمل ده كله تاني، انا احط الاعداد واكتب واعد على كل وعد كل الحاجات بتاعتنا. حاجه زي دي مثلا الثلاث لينيات دول وتوزيعهم خدوا مني مثلا 6 دقائق بالبانل سكادول ده. طيب خلينا نيجي نشوف بقى لو احنا عملنا دول باستخدام الريفت او كابين سوفت وير، نفس الحاجه بالظبط. نبدا الهوست، لو تلاحظوا الفيكشر بتنزل بتاخد الالاينمنت بتاعتها على طول، لانه احنا بنتعامل كهوستد، احنا ده 3 دي جيومتري، هو الحيطه بيحس بقى حيطه الفيكشر 2 دي سيمبل انت شايفه ده، لا هو فيكشر 3 دي بيقابل حيطه فيهوست عليها. اللينيات تتحط على طول، بنعملها اوتوماتيك، اسماء اللينيات بتتعمل برضه اوتوماتيك لوحدها. طيب عاوز اعمل بانل سكادول، انا بقول له بس كرييت بانل سكادول، بمسك البانل واقول له كرييت بانل سكادول، كرييت اللي هو البانل سكادول بالكامل. شايفين من 6 دقايق ونص لدقيقتين تقريبا انا بوفر في مرحله ديزاين في المرحله دي بس اللي هي الوايرنج تقريبا تلتين الوقت، بوفر تلتين الوقت. عندنا مثلا في مرحله الدايلكس او اللايتنج كالكوليشن، انا بقدر اخرج الموديل الريفت بتاعي للدايلكس ايفو، واحنا عارفين لو احنا شغالين دايلكس ايفو لازم نبني الموديل بالكامل، احنا حتى كمهندسين كهرباء بنبني الموديل بالكامل وبعدين نعمل عليه الاناليسيس بتاعتنا. انا هنا من الريفت بقدر اخرج الموديل بتاعي بصيغه اي اف سي، بدخل جوه الدايلكس ايفو واعمل لها امبورت للاي اف سي بتاعي، فهنشوف الوقت ان هو يبدا يتعرف على الوولز، يبدا يتعرف على الجيومتري كموديل معماري، هو ستراكشر فاونديشنز والليفلز بتاعتنا والفرنتشر، بيقدر يتعرف على كل اليمنت فيها ويدخل على طول. يبقى انا بس وفرت كل المجهود في بناء الموديل، ان انا بس ابدا اعمل الكالكوليشن لكل سبيس. فتخيلوا كم الوقت اللي انا بوفره باستخدام البيم او الموديل البيم الجاهز بتاعي. فكره الانتر اوبرابيلتي ما بين كل البرامج في البيم تكنولوجي، ان هو هنا ملف ريفت بيقرا في الدايلكس، ملف ريفت هيقرا في برامج ثانيه هنشوف دلوقتي. حتى في مرحله السستينابيلتي، انا لو عاوز اعمل لمبنى شهاده ليد او احقق معايير سستينابيلتي، سواء في مصر في معايير دلوقتي ظهر جديده زي الجرين بيراميد، في قطر جي ساس، في دبي هكذا لها معايير، او عالميا زي ليد، عندنا برامج مثلا بنقدر نعمل ده كله زي ديزاين بيلدر، ليكويست، ليكوتكت من اشهر البرامج، عندنا في اوتو ديسك حاجه اسمها اوتو ديسك انسايت، كل البرامج دي كلها بنقدر نحقق بيها معايير سستينابيلتي. البرامج دي كلها بتنتجريت مع ريفت، بقدر برضه بنفس الطريقه بخرج ريفت موديل وابدا اخد منه كل السبيسز، كل حاجه جاهزه معايا، واعمل عليها الاناليسيس بتاعتي. اقدر اعمل انرجي اناليسيس، اقدر احقق معايير ليد في اوتوديسك انسايد ده، انا بيبقى عندي ظاهر معايير ليد اللي اليو اس بي جي سي او الجهه اللي بتديني اصلا السيرتيفيكت نفسها عامله تشيك ليست ان انا لازم احققها، بحيث ان انا احقق البوينتس معينه ان انا ادخل في الليد. ده كله بيبقى موجود فيه، ان هو يقول لي ايه، لا الموديل بتاعك اوتوماتيكلي اوتوميتد كله، ان الموديل بتاعك محقق البوينت دي، محقق البوينت دي، محقق البوينت دي، انت وصلت ل 50 بوينت كده، انت لسه لك كذا او مضطر تحقق زياده. برضه بقدر احقق فيها كسيموليشن، ان انا اقلل الميه، اقلل الكهرباء، اقلل اول اكسيد الكربون، سيموليشن كسستينابيلتي للمبنى. لو احنا بقى خرجنا من مرحله الديزاين ورحنا لمرحله الكونستراكشن وبدانا نعمل كوردينيشن، الاول كنا بنعمل ايه من زمان؟
طبعا بنطبع لوحات الكاد، بنقعد نحاول على الكاد. طيب ما اعرفش على الكاد، انا شفت ميتنج زي ده وحضرته، بنطبع اللوحه تبيعه قدامنا، نروح نجيب اقلام الالوان بتاعتنا، ونقعد مهندس الكهرباء مع مهندس الميكانيكا مع المعماري واقفين على اللوح على ترابيزه كده قدامنا، ونقعد نعلم. ممكن نحرك الضغط ده الناحيه دي، اه ممكن. طيب ممكن نحرك ناحيه التكييف، اه مهندس التكييف. مهندس الميكانيكا يقول طب ما تحرك الكشاف، لا ما ينفعش احرك الكشاف. فنقعد نتفاوض كده. الورق ده كان قديم، اسمه ورق كلك، شبيه بورق الزبده كده، حاجه شفاف. بطبع لوحه الكهرباء، تحتها لوحه الميكانيكا، تحتها المعماري، فبيبقى ورق شفاف كده. اقعد اعلم على كل حاجه، واروح ابلاي كل اللي انا عملته باقلام الالوان واللي بايدي مانوال ده على ايه؟ على الاوتوكاد. طيب هل ده اتحقق بنسبه 100%؟ هل انا حياتي كرشات في المشروع وعملت فول كوردينيشن؟ لا، انا بقى بنزل السايت، ده اللي بيحصل بالظبط. مهندسين بيتحولوا للشكل ده، مهندس كهرباء ومهندس ميكانيكا يتخانقوا، ومهندس معماري قاعد في جنب بيتفرج عليهم. فاحنا هنا ما حققناش بالكاد حاجه خالص، او نحققنا بس، وده كل الناس عصرتها ان، او كل الناس شافتها ان ده اللي بيحصل فعليا في السايت. لا انت معلش حرك لي التري بتاعك، لا انا مش حرك التري، انت حرك لي الضغط، لا انت نزل لي الكشاف بقى بما انك مش هتتحرك، هكذا. والخناقات دي مستمره وكل الناس عارفاها. البيم بقى، احنا عندنا برنامج مثلا زي ريفت، في توله بسيطه خالص وحاجه مبدئيه في ريفت، ان احنا بنقدر نعمل انترفيرنس تشيك. انا عاوز اقول له مثلا انا عاوز اعمل حقائق يشوف كلاشات ما بين ايه؟ ما بين الالكتريكال فيكتشر مثلا، وما بين الميكانيكال ايكومنت، المعدات الكهرباء والمعدات الميكانيكيه، ما بين الكيبل تري وما بين الدكتات. بقدر اقول له اعمل لي كلاش تشيك كده ما بين ده وده، يبدا يديني ريبورت، يبدا يقول لي روح المكان الفلاني ده في كلاش، واقعد احل، واقعد احل واحد ورا الثاني ورا الثاني. برنامج زي نيفس وركس ده افضل البرامج يعتبر كبيم سوفت ويرز في حل الكوردينيشن، في الكوردينيشن وحل الكلاشات. بقدر اعمل عليها كلاش سيتس، في كلاش ماتريكس كبيره جدا بقول ايه اللي المفروض يتحل مع ايه في الوقت الفلاني. في كلاش سيتس بقدر ايه مع ايه وايه مع ايه وايه مع ايه. بقدر اديله التورنرز، ان مثلا الضغطات التكييف اللي انت شايفها على الموديل دي في 5 سم عزل. طيب الكابل الكيبل ترانك بقدر اقول ان في تورنرز حواليه فوق وتحت وشمال ويمين 30 سم، ما ينفعش تمشي لانه التليكوميونيكيشن هيأثر عليه لو كابلات كهرباء او حاجه، كابلات كهرباء او حاجه تانيه. بقدر ادي له السبيسز، الكونسيبت بتاع الكوردينيشن ده بقدر ادخله واقول له بعد اذنك حل لي، طلعني لو في حاجه خبطه ما بين الاثنين دول، طلعني اللي في كلاش. بدانا اصلا احنا في باستخدام ال 3 دي، احنا بدانا في 3 دي فيجواليزيشن اصلا. احنا بنتعامل مع موديل 3 دي، مش لوحه 2 دي شايفينها، لا احنا بنتعامل مع موديل 3 دي بالكامل. نقدر نشوف حاجه لو في حاجه لوجيك ولا لا، نبدا نمشي في المبنى. واصلا كمان احنا بنبدا في برنامج زي نيفس وركس، بقدر اعمل ووك ثرو جواه او بريفت، بس اسهلهم من برنامج زي نيفس وركس. اقدر امشي كده كان انا اللي ماشي في قلب المبنى، وابص على الحاجه بتاعتي، على البايبات، على المواسير، على الكيبل تريز، اشوف في حاجه لوجيك في يعني. ممكن البرنامج كسوفت وير ما هوش فاهم قوي، ما هوش سمارت، ما هوش مهندس، مش بيفكر بلغه الهندسه، هو بيفكر كسوفت وير. فبقعد اشوف بقى هل في حاجه لوجيك البرنامج ما اكتشفهاش. فهنا ده من مميزات برضو البيم سوفت ويرز او الموديل او 3 دي موديل، ان احنا نقدر نشوف ونعمل الكلام ده كله. خلصنا مرحله الكونستراكشن، المبنى تمام وزي الفل. دخلنا بقى في ايه؟ في مرحله الصيانه او الفاسيلتي مانجمنت، ودي بالمره اكتر ناس ليهم شغل فيها هم مهندسين كهرباء ومهندسين ميكانيكا، لان انت اللي بتصين وانت اللي بتدير اصلا. لو احنا قلنا في الاول ان البيم هو اختصار او لبيلدنج انفورميشن موديلنج، وقلت لكم لو احنا فاكرين في التعريف بتاع البيم هو ايه؟ كونستراكشن اوف موديل تو كونتين انفورميشن. فهو حرف الاي ده هو الكي فاكتور بتاعنا، او هو المين اللي انا بركز عليه. انا مش بس بعمل 3 دي موديل واحل كلاشات، لا انا بعمل 3 دي موديل واضيف انفورميشن تخص كل اليمنت. مثلا الكشاف ده بتاعنا ده صوره الكشاف في الحقيقه وده صوره في الموديل. طيب البارامترز او الانفورميشن اللي بحطها، انا بحط كل البارامترز الخاصه بيه زي الدايمتر والهايت والكلام ده كله. لو تلاحظ في تحت كده حاجه اسمها، هنا حاجه هنا اسمها الاي دي دي داتا، بتلاقي فيه اليو ار ال والبرودكت يو ار ال والبيم لايبرري. هنا هتلاقي اليو ار ال بتاعه ايه؟ اللايتنج فيليبس، ان هو جاي من فيليبس، ان الكشاف ده اصلا من فيليبس. بقدر اخش
مثلا زي الفيديو ده هنشوفه، بقدر امسك في الريفت موديل او في الابلكيشن، بقدر امسك الفيكتشر بتاعي او الاليمنت بتاعي واخش على اليو ار ال واعرف ايه المصنع لو انا عاوز اجيب كاتالوج. كل الداتا دي انا لازم احطها في الموديل، وكل الموديل وكل الانفورميشن دي في كل اليمنت انا لازم احطها، وده بيساعدني قدام في حاجه زي الفاسيلتي مانجمنت مثلا زي ما هنشوف دلوقتي. ده مثلا لوحه الكهرباء، لوحه الكهرباء انا بضيف عليها باركود، انا خلاص عملت الموديل وحطيت عليها الانفورميشن في كل اليمنت، خلاص نزلت السايت بقى اي فيكتشر كهرباء، اي فيكتشر بقى سواء ميكانيكال ايكوبمنت سواء الكتريكال ايكوبمنت سواء اي حاجه في الموديل في المبنى نفسه انا بحط مثلا عليه باركود. ده الباركود ده بيبين لي ايه؟ مثلا العامل بتاعي او المشرف او مهندس الصيانه بيعمل ايه؟ عنده برامج زي البرامج بتاع الفاسيلتي مانجمنت، ابسطهم اللي احنا شايفينه قدامنا ده البيم 360 او بس، في برامج غيره كتير، في اي بي ام ماكسيموم، في حاجات كتير بتهتم بالكلام ده كله. هو بيعمل ايه هنا؟ عمل سكان الباركود، جاب له اصلا الايكوبمنت دي اللي قدامه دي في انهي مكان في المبنى، في انهي مكان في الموديل، بيقدر يمسكها كده ويشوفها، بيقدر يضغط عليها اصلا ويجيب الكاتالوجز بتاعتها، بيشوف لو شايفين في صور، الصور دي تمت لعمليه صيانه قبل كده من الشركات دي، من الاشخاص دي، دوكيومنتيشن بقدر اضيفه على الموديل نفسه. هنا هو بيبدا يفتح الكاتالوج، فاتح هنا البانل سكادول بتاعها والريزر دايجرامز والوايرنج دايجرام الخاصه بيها، كل ده دوكيومنتيشن انا ضايفه في الموديل، وبقدر اسكان كيو ار كود وبقدر اوصل له في اي وقت. تخيلوا ده مثلا ده كله ايه؟ ده ايه اللوحه دي كانت ايه؟ اي بي بي. طيب هي اي بي بي نوعها ايه؟ طيب اروح اشوف الوايرنج دايجرام بتاعها فين؟ بقعد اوصل لو مفيش دوكيومنتيشن مفيش طريقه دي في توهان كبير جدا. هنا اهو انا بضيف كيو ار كود كفاسيلتي مانجمنت على كل اليمنت في المبنى عشان يبقى فيه انفورميشن خاصه بيه. ندخل بقى ايه، نطلع من بره شويه كده، من بره الابلكيشنز، في من بره مهندسين كهرباء، وندخل على البيم ابلكيشنز بشكل عام، ايه المفيد وايه اللي احنا وصلنا له في البيم. بما اننا كنا بنتكلم على الفاسيلتي مانجمنت ودورها وسكان الكيو ار كود، تعال نخش مثلا في الاوجمانتد رياليتي الاي او ار. الفاسيلتي مانجمنت بدا يستخدم الاوجمانتد رياليتي ان هو زي ما احنا شايفين كده، هو ماشي، ده شركه مثلا والناس قاعده هي على الكمبيوتر وكل حاجه، وفي مشكله مثلا في بايب معين او في كشاف معين او في ماكينه تكييف فوق الفول سيلينج فوق سقف الصوت، هو مش شايفها، هو بيبدا بالاوجمانتد رياليتي يبص على كده زي ما انتم شايفين ويحدد مكان الكشاف ده فين، مكانه فين اصلا، ويروح لاقرب اكسس دور ويدخل له ويصينه. لا كمان في قدام، خلينا برضو نشوف ده برضه في السايت اهو، بيقدر باستخدام الاوجمانتد رياليتي ان هو الواقع، او هو الواقع المعزز، ان هو بيشوف البرفورمانس، السايت وصل لفين، الانستليشن في السايت وصلت لفين بالظبط. وبيبدا يعمل تراكنج بشكل كامل. الـ VR أو الـ Virtual Reality، خلينا نشوف كده الفيديو ده. هنا الراجل زي ما انتم شايفين كده لابس هاند سيت ودخل جوه الـ Revit Model باستخدام الـ Virtual Reality أو الواقع المعزز. هنا بيبدأ يمشي جوه الموديل أصلا كأنك أنت حقيقي شايف وماشي جوه الموديل. تقدر بعمل بقى هنا إيه؟ كلاش، شوف كلاشات، هل في كلاشات ولا لأ؟ هنا مثلا مسك بايب وشاف الانفورميشن الخاصه بيه، هو البايب ده محطوط هنا ليه؟ فيبدا يشوف الانفورميشن الموجوده، ممكن يحذف او يشوف يخفي حاجه معينه ويشوفها، ممكن يشوف حاجات زي التوليرانس مثلا، لو انا حاطط ايكوبمنت معينه هل هعرف اعمل لها صيانه؟ لو انا حاطط الايكوبمنت دي بالابعاد النهائيه بتاعتها والابعاد الحقيقيه، هل اقدر العامل يقدر يخش لها صيانه؟ طب هل السبيس ده اقدر احط فيه حاجه ثانيه ولا لا؟ شايفين هو جوه بيقدر يعمل فانكشنز ايه؟ في لايرز يقدر يخفيها، في حاجات كتير جدا، يقدر اصلا يعمل مارك ابس ويعمل كومنتات في قلب الموديل، الريفت موديل او البين موديل، يقدر هو في الفي ار يعمل كومنتات ان الحته دي مش مظبوطه ومحتاجه تتعدل، كل ده برضه نقدر نستخدم فيرتشوال رياليتي. في حاجه جديده وظهرت اللي هي الميكسد رياليتي، ان هو بيلبس هاند سيت وهو في الواقع
ويبدا يشوف الحاجه قدامه بالفعل، ويبدا يكوميونيكيت معاها، يتواصل معاها اصلا، يشوف يقدر يعمل تعديل. لو هو مثلا في مرحله يقدر يعمل ديزاين ريفيو كوردينيشن، لو في كلاش يشوف كلاش ديكشن، ده كله بيشوفه بايده، يقدر يحرك بقى. بقى فيه زي ما احنا شايفين مثلا اول امبارح ان ميتافيرس عملت نظاره جديده خالص فيها الاوبشنز دي بالفعل، ان الديزاينرز مثلا لو مهندس معماري يبدا يستخدمها ان هو يشكل المبنى بتاعه وهو واقف، هو بيحرك بايده كده ويبدا يشكل ويبدا يحرك، لانه شايف الحاجه قدامه بالفعل، هو واقف على ترابيزه مثلا وعمال يشتغل. فده تكنولوجيا جديده ظهرت وبتظهر معانا. من الحاجات برضو الابلكيشنز حاجه زي الليزر سكاننج. ده مثلا موقع بترول، الليزر سكاننج ده بيتم بجهاز زي ده كده، الجهاز ده بيطلع منه ملايين الأشعة، بيسكان كل بوينت في المكان. بنحط الجهاز ده في أكتر من مكان، مثلا زي بوينتس دي كده، ده الموقع العام، هنا الجهاز حط هنا هنا وهنا وهنا، وجمع حاجة اسمها بوينت كلاود. البوينت كلاود دي بنقدر نضيفها على سوفت وير مثلا، على سوفت وير زي ريكاب، ونبدأ نطلع منها بيم موديل حاجة. هو مثلا لو شايفين، لو أنا كبرت معاكم شوية كده، شايفين البتاع عامل إزاي؟ هو لقيت بوينتس، الحاجه مش فاينل، هو لقيت بوينت 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 جنب بعضها مكون ملايين البوينتس، تبدا تكون من بعدها ايه؟ ريفت موديل زي ما احنا شايفين كده. ده الحاجه النهائيه، البرودكت النهائي للليزر سكاننج. اهو ده الموقع بطول بالكامل، خدناه ليزر سكاننج. حاجه زي دي اوضه التكنيكال روم دي كلها ابدا اخرجها. ده تفيدنا في ايه؟ تفيدنا في مرحله مثلا زي الاسبل ده، مثلا مسجد لشركه لسه جديده في مصر، ده في بني سويف تقريبا، كانوا بيعملوا عاوزين يشغلوا الاجهزه بتاعتهم وعاوزين يعملوا ماركتنج، فعملوا حاجه زي دي، حاجه محترمه جدا. ده مسجد موجود بالفعل، حولوه لريفت موديل. فهنا ممكن يفيدنا في ايه؟ ممكن يفيدنا في مرحله الاسبلت. انا بدل ما انزل اخلي العامل يبدا يشتغل ويحرك ويرسم على اللوح، لا انا هبدا بالليزر سكاننج، اسكان كل الحاجه اللي اتعملت بالفعل اللي مش هتتحرك من مكانها، وابدا ابديتد على الريفت موديل بتاعي. واستخدامات كبيره جدا 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 في الاسبلت خاصه يعني. طيب اللي احنا شفناه ده كله، هل البيم هو سوفت وير؟ البيم هو سوفت وير بس، مجرد سوفت وير بستخدمها؟ الاجابه اكيد لا. اللي احنا بنشوفه ده كله هو البيم، هو بيعمل انتر اوبرابيلتي ما بين البروسيس في المرحله كلها. عند مرحلة الديزاين عاوز اعمل انفيرمنتال او سستينابيلتي، عاوز اعمل فيجواليزيشن زي الاي ار في ار، كلاش ديتكشن، كوردينيشن، حتى في مرحلة الكونسبشن والكلام ده كله، ده كلها سوفت وير بتخدم على مرحلة المشروع، وكل ده بيبقى انتروبيلتي مع بعض. عندنا مثلا ده ريفت من اكتر البرامج المشهورة واللي احنا بنستخدمها هنا في الوطن العربي من شركة اوتوديسك. في برامج مثلا في كلاش ديتكشن زي النيفس وركس، في حاجه زي السوليبري والكلام ده في السستينابيلتي، الفيجواليزيشن حاجه زي اليونيتي بقدر اعمل بيها الاي ار والفي ار موديل، ده كلها موجوده معانا، ده كلها سوفت وير بقدر استخدمها عشان اعمل احقق الورك فلو بتاعتي واقدر اسرع الشغل والبروسيس بتاعتي كبيم. البيم هو مش سوفت وير، هو ورك فلو كامل. هو بنبني زي ما احنا قايلين في الاول، بنبني موديل فيه داتا نقدر نستخدمه بعدين في كل حاجه، في الفاسيلتي مانجمنت، في كل حاجه في المشروع قدام، حتى كدوكيومنتيشن. خلينا نفكر بعض كده من اللي احنا شفناه واللي احنا قلناه، ايه بقى اهميه البيم؟ ممكن نقول ان اهميه البيم من اول مثلا مرحله الديزاين، ان هو سرع لي الوقت، سرع لي الوقت في الوايرنج، سرع لي الوقت في ال كبارامتريك تشينج اللي احنا قلناها، ده كونسبت في البيم، ان هو ان اي حاجه تتغير في البلان بيسمع معايا في البي كيو، بيسمع معايا في البانل السكادول، بيسمع معايا في سكشن في نفس الوقت، انا بغير مره واحده بس. مهم ان هو بيقدر اعمل عليه كلاش ديتكشن باكيوريت، بحط تولرنس، بحط كل حاجه خاصه بيه. مهم ان انا بقدر اطلع منه الابلكيشنز منه زي مثلا الليزر سكاننج، اقدر ارفع الاسبلت بسهوله. ده كلها حاجات مهمه. خليني بقى انزل لك هنا، وبما ان المهندس احمد كان بيتكلم عن السوق المصري، واقول لك من ناحيه سوق العمل ليه البيم مهم من ناحيه سوق العمل. شايفين دي مثلا؟ دي سكرين شوتس كده، انا كل شويه بدخل اخد من على لينكد ان، اكتب الكتريكال انجينير مثلا، الكتريكال انجينير جوب او هكذا. فهنا شايفين
يقول لك مثلا بيبقى الكتريكال انجينير او جونيور ميكانيكال انجينير او الكتريكال انجينير لازم يقول لك ان ريفت نوليدج ريكوايرد، البيم نوليدج از ا ماست، ريفت از ا ماست. فبقيت ان ريفت ده مش فيوتشر او ده مش المستقبل، لا بالعكس هو اللي احنا عايشينه. انت كمهندس لازم تتعلمه، لازم تتعلم السوفت وير بتاعته، علشان اصلا انا بتكلم برضو من ناحيه سوق العمل ان انت تبقى الفرصه دي موجوده تقدر تلحقها. ولو هنقول جمله مهمه جدا، انك تخليك جاهز علشان لما الفرصه تجي لك، او نجتهد نجتهد ونتعلم اكتر علشان لما الفرصه تجي لك انت تكون جاهز لها. وده قدامك، ده سكرين شوتس بتاخد من لينكد ان، انا مش عامل حاجه، لا هي جايه كده من لينكد ان، من الناس من الريكروترز الموجوده. برضه من اهميه من موضوع الاهميه ان احنا في سوق العمل، احنا في مصر عندنا بيم، مثلا بيم كود نازل من سنتين تقريبا، الايجيبت بيم كود، ان احنا كجايد لاين ازاي نستخدم البيم، خطوه اساسيه لاهميه البيم. اه البيم مهم فعملنا له بيم كود. لا كمان احنا خلال 6 شهور بنقول ان احنا قريب جدا هيبقى عندنا ايجيبت بيم ستاندرد، هيبقى الزامي، الزام عليك انك تستخدم البيم، والزام عليك انك تستخدمه بالورك فلو معين، مش رفاهيه، مش لا انا هستخدم كاد عشان اسرع الشغل، لا انت الزامي انك تستخدمه. ده كله عشان هو اهميته، وعشان الناس شافت البينفيتس منه. لا وفي كلام كمان ان في تنسيق ما بين هيئه المؤتمرات العمرانيه والمركز للبحوث الاسكان والجيش او الهيئه الانسيه في الجيش، ان هم هيروحوا للشركات، يروحوا يخاد هل الشركه دي اصلا مؤهله ان هي تستخدم البيم ولا لا، كسيرتيفيكيشن كده. مهندس احمد كان قال لك ايه، ان لازم الشركه دي يكون فيها مهندس استشاري معتمد. المهندس الاستشاري المعتمد له شروطين، ان هو يكون عنده 5 سنين خبره، وقت الامتحان الاستشاري قدام استشاريين كبار مثلا في النقابه او كده. هنا بالظبط ده نفس اللي هيحصل، انه قدام بيقول لك ان احنا هنروح للمكتب الفلاني، المكتب بيقول لك انا بشتغل بيم، عشان بس نعرف اهميه البيم والموضوع وصل ليه. المكتب ده بيقول انا هشتغل بيم، طيب هل انت محقق معايير فعلا ان انت تشتغل بيم؟ الاجهزه بتاعتك موجوده، عندك مهندسين مدربين، عندك مهندسين فاهمين الورك فلو مش مجرد سوفت وير او مودلرز. فمهم من انت، لا احنا لازم نذاكر البيم، لازم نعرفه، ولازم نكون مهندسين وفي نفس الوقت نستخدم السوفت ويرز كلها. اكيد هيبقى في سؤال اللي هو طب ازاي اتعلم بيم؟ عشان تتعلم بيم في 3 حاجات لازم تكون عارفها. اول حاجه لازم تعرف البيم فاندمنتالز، مثلا ايه هو البيم اصلا، وايه الفروقات ما بين الكاد والبيم، ايه هي فوائد البيم اللي تعود عليا من استخدامه، ايه هي البيم ميوزك الليفل اوف ديفلوبمنت بتاعي، ده حاجات لازم اوصلها ان هوصل للمشروع بتاعي او بالموديل بتاعي لمرحله ايه. البيم يوزز ده كلها بيم فاندمنتالز انت لازم تكون عارفها ولازم تدرسها. ندخل حاجه ثانيه، ثاني حاجه هي سوفت وير معانا. انا كموديلنج هستخدم انهي سوفت وير؟ هستخدم ريفت؟ اه ممكن استخدم ريفت. في دول ثانيه بتستخدم اركيكات، ففي لازم تتعلمه انت على حسب الماركت اللي انت فيه. انت لو موجود في مصر، نقول ان 95% في مصر او اكتر، يعني قلت 99% بنستخدم ريفت، لا انا مضطر اتعلم ريفت، استخدم ريفت، اتعلم ريفت بشكل كويس. في مشروع واحد في مصر اتعمل بالاركيكاد بس، يعني مش اكتر من كده. عاوز اتعلم السوفت وير اللي بيخص الكوردينيشن، لا هنا اروح لنيفس وركس مثلا كسوفت وير محترم بيعمل الكوردينيشن. طيب انا كمهندس بلاننج عاوز اعمل اربط الموديل او البيم موديل بال 4D وال 5D اللي هو الطايم، البعد الزمن وبعد الكوست، اربط البروميدير بالبيم. فبروح اتعلم مثلا برنامج زي نيفس وركس بيقدر يعمل له 4D و5D، او برنامج زي السينكرو برضه بيعمل الكلام ده كله. تالت حاجه بقى، وده نقطه بعيده شويه او مهمه برضه انك تعرفها، انك تعرف حاجه في البيم مانجمنت، ان هنا بقى مرحله السبلاي تشين بالكامل، تعرف متطلبات العميل او متطلبات المالك عشان تقدر تحقق السبلاي تشين، تحقق البروكيرمنت، تحقق البلاننج، انك تعمل موبيلايزيشن للمبنى، تعمل سيميوليشن لاماكن مثلا زي ما انا بقول تور كرين، دخول الحاجه بتاعتك، المعدات بتاعتك، الكلام ده كله ده بيقدر يعمل سيميوليشن برضه. البرودكشن انت هتسلم المشروع ازاي، وده كله بتفق عليه على العقد،
ده برضه من مهارة البيم مانجمنت، إن أنت هنا تقدر تكون عارف أو ملم بالبيم بشكل كامل. ده كيو آر كود هيقدر يساعدك فيه شوية داتا حلوة كده هتفيدك في البيم وفي تعلم البيم لو أنت تعمله سكان. في بقى تعريفات مثلا زي الفاندمنتالز، في الـ LOD، في شوية حاجات حلوة هتلاقيها كويسة هتساعدك في إنك تتعلم كمرحلة أولانية. أنا خلصت. ده كيو آر كود للتواصل معايا على لينكدين، في أي وقت لو حد حابب يسأل على حاجة معينة أنا موجود إن شاء الله، ولو في أي أسئلة أنا معاك. شكرا باشمهندس، وشكرا باشمهندس عبد الحميد، باشمهندس أحمد. ممكن نكمل مع الأسئلة لو معانا وقت باشمهندسين. ماشي. تمام. مش عارف حد كتب حاجة هناك ولا في الشات. طبعا أسئلة، في تقريبا تعقيب عن السؤال تمام. الأولاني. محمد سامي كتبه هناك على على في المنتدى حد وبعد بيقول كده. ان طب اتفضل عشان اسمعك. لا اتفضل اتفضل. انا مهندس احمد صبري بيقول ان النقطة بتاع الباركود دي بتكون من خلال ريفت نفسه ولا برامج تانية؟ لا مش شرط يكون ريفت نفسه، لا هو بيبقى برامج تانية زي ما احنا بنقول الاوتو ديسك او بي اس او اي بي ام ماكسيم، او في برامج تانية اللي احنا بنستخدمها للفاسيلتي مانجمنت، ده بيكون من برامج تانية. يعني الاوجمنتد رياليتي بتكون من خلال حاجة جنب ريفت ولا هو ريفت نفسه؟ لا بتكون حاجة جنب ريفت. انا بخرج ريفت، ريفت هو برنامج بعمل عليه موديلنج، بحط في الانفورميشن الخاصه بالمبنى، ابدا استخدم الموديل ده بالكامل بقى. والانفورميشن الموديل ده مش هقدر، مش هقول عايز سيدي موديل، انا بقول لي الانفورميشن الموديل ده اقدر اخرجه سوفت وير ثانيه فيها انتجريشن ما بينه احقق بيها كل حاجه. فمن الحاجات دي الاوجمانتد رياليتي، في برنامج مثلا زي جيم انجن زي اليونيتي بقدر برضه ادخل بيه ده واعمل بيه الاوجمانتد رياليتي. بس محمد رفض رود ماب من الصفر. ممكن انا قلت لك شويه انك محتاج الفاندمنتالز وبعدين السوفت وير، تتعلم سوفت وير وبعدين حاجه زي بيم مانجمنت، محتاج يعني ده اللي اقدر افيدك بيه شويه كويس، ازاي اتعمق في المكان في المجال من حيث ترتيب تلقي المعلومات. ده برضو الحته اللي انا قلتها في الاخر، تبدا بالفاندمنتالز في البيم، تفهم البيم كورك فلو بشكل كامل كاساسيات، وبعدين تدخل على السوفت وير تتعلم موديلنج او تتعلم كوردينيشن او الكلام ده كله. تاني بتاع داتا كيو ار كود. كده كده ممكن نشير ماشي برضو ال يعني الكيو ار كود على ماشي. انا اهو تمام، انا شيرت. ايه افضل اماكن؟ في اماكن كتير جدا معتمده في البيم، من اوتوديسك مثلا بتتعلم البرامج بتاعتها، وفي اماكن بتتعلم البيم مانجمنت، في اماكن كتير موجوده في مصر. شهادة حضور، هو في شهادة حضور من كيان، فممكن تتواصل مع كيان دي شهادة حضور. مش عارف باشمهندس حازم في شهادة حضور بحاجة زي كده لا ولا لأ؟ تمام. بالنسبة لشهادات الحضور، واحنا كأوتوديسك كوميونيتي ما بنديش شهادات حضور. هي أوتوديسك كوميونيتي تعتبر هي المنصة اللي بنستضيف ليها الناس المختلفة. لو الناس اللي هتيجي ممكن تدي شهادات، يعني مثلا لو كيان تقدر تدي شهادة فممكن، ده بالنسبة لكيان، ولكن دي مش من أوتوديسك كوميونيتي. أوتوديسك كوميونيتي ما بيديش شهادات للحضور الندوات وكده. طيب زي الفل. بيقول في مثلا انت تقصد الكورسات او الاماكن، في اي تي اي، الاي تي اي داخل شويه عامل منها فيما بعد البيم، في مرحله البيم اوتوميشن، انك ازاي تسرع البروسيس بتاع البيم دي. ففي اي تي اي بيم اوتوميشن ده موجود اهو، ملفات بوينت كلاود او موديل. للاسف مش موجود معايا، بس لو متاح حاجة يعني ممكن تسأل على المنتدى، وأنا لو كده هسيرش وأبعت لك، يعني مفيش مشكلة إن شاء الله. تواصلوا على المنتدى وإن شاء الله أنا هرد عليكم. طيب احنا تحمل ممكن، الكود المصري؟ تمام اتفضل يا باشمهندس. لا لا اتفضل اتفضل، ما شفتش السؤال الأخير. ماشي. تحمل الكود المصري. ماشي يعني برضو عشان الوقت، اسأل وأنا هبعته هناك إن شاء الله في المنتدى. طيب هو ده اللي كنت عايز أقوله، عشان احنا فعلا طولنا جدا على الناس. فممكن يعني نكتب بقية الأسئلة اللي ما نجاوبش عليها على المنتدى، وإن شاء الله باشمهندسين هيخشوا يردوا عليها بعد اللقاء.
كان في برضه باشمهندس احمد محسن في تعقيب اتكتب على المنتدى على السؤال بتاع العميد بتاع الاماره، لو تقدر تخش ترد عليه. عفوا. الإنارة؟ لا طبعا مش مصطفى محسن، مش هنطلع نفسي عشان هو كان رد هو رد عليه تقريبا، هو رد هو رد وكتب عليه. تعقيب عليه. تمام، كان كاتب تعقيب على السؤال. بالنسبة لأحداثيات أعمدة الإنارة والمناسيب بتاعتها دي اللي بيحددها بتوع المساحة مش مهندس الكهرباء، فبيحددها بتوع المساحة والاستشاري بينزل حد من عنده بتاع مساحة برضك بيستلم مننا الأماكن الأعمدة وأماكن القعدة بتاعتها زي ما قلت قبل الحفر وبعد الحفر وبعد ما بنحط القاعدة بيستلمها، كل دي بيستلمها أحداثيات مهندس مساحة، فهي متعلقة أكتر بمهندس مساحة، مش إحنا بناخد الشوب درون بتاع مهندس مساحة نشتغل عليه. تمام، ما كنت بس اقول لك يعني لو تقدر تكتبه علشان انا نقفل اللقاء. بس تمام، شكرا على التعليق. طبعا انا بكتب لكم على الشات عشان في ناس كتبت هو فين اللينك. اللينك مكتوب اهو بتاع لقائنا النهارده، هتلاقوا فيه وصف للقاء وتعريف بالمهندسين، لو تقدروا تكتبوا بقية الأسئلة هناك وإن شاء الله نكمل المحادثة على المنتدى أسهل والموضوع يبقى موثق أكتر. طبعا في النهاية بشكر الحضور، يعني أنتوا فضلتوا معانا لغاية دلوقتي. وبشكر باشمهندس عبد الحميد، باشمهندس أحمد على المعلومات القيمة النهاردة. بس ولو في أي حاجة أنا هكتب هبعت لكم إيميل طبعا بالملخص وبالتسجيل، وطبعا لو في أي حاجة نتواصل بعد على المنتدى يعني بعد اللقاء النهارده. شكرا، تمام، السلام عليكم.